فيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب. ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حمام وألامي في البرية مهما كانت كتير، عالأذروع الأبدية يحملوني القدير. وألامي في البرية مهما كانت كتير، عالأذرع الأبدية يحملوني القدير. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حمى وبعز، وبعز يا نفسي دوسي، ده حبيبي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات، ده حبيبي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش فيه وسعادة أبدية، سعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الآب. وسعادة هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الآب. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حماه.
عزيز المشاهد، أرحب بك فيه برنامجنا رسالة حية، وأصلي من كل قلبي معاننا نتكلم في رسالة حية أن تكون سبب حياة وسبب خلاص، سبب تسنيد وتشديد وتشجيع وتعضيد لكل من يستمع معنا. أقرأ من كلمة الله من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة روميا الأصحاح الخامس ابتداء من العدد السادس، يقول: فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. هذه الأعداد التي قرأتها توضح لنا الإنسان في أربع أوصاف. عندما أقول الإنسان أقصد كل شخص من نسل آدم، أي إنسان على سطح الأرض لابد أن تكون هذه الأوصاف مطابقة علي وعليك. فيقول في العدد السادس: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء. هذا هو أول وصف، نحن ضعفاء. ثم يقول في الوصف الثاني: مات المسيح في الوقت المعين لأجل الفجار. يبقى احنا مش ضعفاء فقط لكن فجار. رقم ثلاثة يقول في العدد الثامن: ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة. ويقول في العدد العاشر أيضا: لأنه إن كنا ونحن أعداء. هذه هي الأوصاف التي وضعها الروح القدس عنا نحن البشر بالنسبة لارتباطنا بالله وعلاقتنا به، فنحن ضعفاء، فجار، خطاة، أعداء. لكن الجميل أنه رغم هذه الأوصاف التي ترعب الكيان البشري وتخيفه، لكننا قرأنا في هذا الجزء عن أجمل وأروع شيء، وهي محبة الله. رغم أننا ضعفاء وفجار لكن أحبنا، رغم أننا خطاة وأعداء أحبنا، ولأنه أحبنا أوجد العلاج والحل في شخص المسيح. ولذلك نقرأ العامل المشترك في هذه الأعداد التي قرأتها: مات المسيح. فإنه يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. يقول: ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. يقول: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. أرجو أن تكون الأمور واضحة لنا في موت المسيح إعلان عن محبة الله، وفي موت المسيح حل وعلاج لمشكلة الإنسان. تعال نسمع أكثر مع بعض. الله للجميع، والله ليس بمتعصب، الله ما عندوش ديانات، الله ما عندوش طوائف، الله خلق واحد اسمه آدم وصنع له امرأة واحدة سميت فيما بعد حواء لأنها أم كل حي. ومن آدم وحواء جئنا كلنا إحنا البشر، فإحنا كلنا من شجرة واحدة
قريب بعض، إن اختلفنا في اللون، إن اختلفنا في النوعية في الجنس، إن اختلفنا في درجة الثقافة، إن اختلفنا في الفقر أو الغنى، إن اختلفنا في طريقة التفكير والثقافات المختلفة، لكن كلنا من شجرة واحدة. الله بحب كل البشر. إيه الدليل على إن الله بحب البشر كلهم؟ بذل ابنه الوحيد، بذل أعطى ابنه الوحيد، أعطى الابن المعادل للآب، اللي كما أن الآب هو الله كذلك الابن هو الله، وكذلك أيضا الروح القدس هو الله، الله الواحد مثلث الأقانيم، بذل ابنه الوحيد. إيه الجمال ده؟ الله بحب البشر كلهم. طب في ناس بيكرهوا ربنا، حلو، تعرف لو ربنا يكره اللي بيكرهه يبقى هنشيل آية جميلة عظيمة حطها لنا الروح القدس في الكتاب المقدس، دي لازم نشطبها، بس أنا ما أقدرش، اشطبوها أنتوا، أما أنا استحالة، استحالة مدي إيدي، لأن أنا أؤمن بالحرف اللي في الكتاب، لكن أنتوا عايزين تشطبوها اشطبوها، بس تشطبوها على أساس إيه هي؟ إن الله بيحب فئة، شوفوا نشطب إيه؟ الله محبة. أنتوا واخدين بالكم؟ الله يقولوها معاي؟ الله محبة. لو هيكره ربنا حد يبقى نشيل إيه؟ ها؟ أنت بتحب مين يا أخ؟ أنا بحب اللي يحبني. طب واللي يكرهك؟ واللي يكرهني أكرهه، أكرهه، إحنا أولاد 9 شهور، اللي ضربنا ضربه، والعين بالعين والسن بالسن و بس طول بالك بس، خلاص خلاص خلاص، هدي هدي. لو الله زي كده ما يبقاش الله، لأن الله محبة، فالله بيحب كل الناس، حتى اللي بيكرهوه، حتى اللي بيكرهوه، حتى اللي بيطعنوه، حتى اللي بيطعنوه، حتى اللي بيتكلموا عنه كلمات صعبة، حتى اللي بيتكلموا عنه كلمات صعبة، حتى اللي بينكروا لاهوته، حتى اللي بينكروا لاهوته، حتى اللي بيقولوا ما تصلبش، حتى اللي بيقولوا ما تصلبش، حتى اللي بيسبوه في وجهه، حتى اللي بيسبوه في وجهه، بحبهم. ايوه بحبه، مالك هتعلي صوتك عليا ليه؟ بحبهم لان الله، ما تقوله معاه، لان الله محب. اعظم رساله تتقدم ليك ان الله بيحبك، ان الله بيحبك، هو ده الله. عشان كده قرينا بقى عن انه بيتأنى. الحاجه بقى اللي بيستهين بها الانسان اعظم حاجه، وقلنا امبارح كلمه يستهين معناها لا يبالي، يجهل، يحتقر، لا يهتم، مش مشغول بالموضوع ده. ايه هو ده؟ نقرا الايه، اقروها، مكتوبه وراي واقراها من كتابي، تعالوا نقراها، اقروها اقروها، شوفوا ايه الايه يقول. ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه، عشان هو طويل الانات عليك وصابر ومستني ومطول باله لغايه ما شعر راسك بقى ابيض وهو مستني عليك ترجع، وطول اناته خلتك تستهتر ولا تبالي بهذا اللطف والحنان. ليه كده؟ ليه كده؟ عشان كده قرينا من رسالة بطرس الرسول الثانية 3 امبارح، هذكركم بالآية، إن لا يتباطأ الرب عن وعده، قال أنا جاي تاني هاخد المؤمنين يبقى جاي تاني، قال هاخد المؤمنين يبقى هياخدنا السماء، قال هتكونوا معايا حيث أكون أنا يبقى ده أكيد هنكون. طب ما جاش لغاية دلوقتي ليه؟ قال يتأنى علينا لا يشاء أن، اقروها صح، يهلك ولا يهلك، يهلك يهلك الله، ده انا خدت وقت كله امبارح في الكلمه دي، الله لا يهلك احد. هما ليه؟ لا، البشر من ساعه ما وقع ابوهم الكبير في الخطيه وهم وقعوا وياه اعتبروا هالكين. جاء المسيح علشان يعمل ايه؟ علشان يخلص ما قد هلك. يبقى المسيح جاي مش علشان يهلك، المسيح جاي علشان يخلص، جاي يخلصنا.
طيب الله يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، يهلك أناس أنفسهم، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. عرفت ليه ربنا مطول باله عليك؟ عرفت ليه ربنا أطال في عمرك لغاية دلوقت؟ طيب عرفت ليه أطال الرب في فترة الكنيسة على الأرض وما جاش لغاية دلوقت مع أنه قال أنا آتي سريعا؟ عرفت ليه؟ عشان خطرك أنت، عشان خطرك أنت. إيه رأيك؟ معقولة أنا ليه تقدير عنك؟ تخيل بقى لما يقدرك، يا له من شخص يقدرك، بقدرك يا أختي، مع أنه كل يوم بتطعنين، كل يوم صدقيني بتطعنين. إن طعنات الرب التي طعنها في الصليب لا زالت تتكرر، إن المسامير التي سقبت يديه ورجليه لا زالت تتكرر، إن البصق على وجهه لا زال يتكرر، إن الأشواك التي انغرست في جبينه لا زالت تتكرر، إن الآلام التي اجتاز فيها نفسيا لا زالت تتكرر، إنها تتكرر كل يوم. هذه الآلام التي تحملها من البشر سابقا لا زال يتحملها. كل خطية بنعملها في وجهه بنحتقر فيها، ومع ذلك بيتأنى، ومع ذلك بيصبر، ومع ذلك بيصبر. حدش قاعد معاك مرة وقال لك خاف الله يا أخي اللي بتعمله ده؟ خاف الله يا أخي، استغفر الله، خاف الله يا أخي، وانت ما عندكش مخافة ربنا في قلبك؟ حدش قالها؟ فيش واحدة قالتها لك في الشغل وانت في الشغل؟ خاف ربنا بقى، ما تخاف ربنا بقى يا مدام. حدش قالها لك؟ حدش قالها ليكم؟ يا سلام، قريت الآية امبارح وأقراها تاني، ليس خوف الله قدام عيونه، ما فيش مخافة الله، ما فيش حسبان للرب. يفعلون الشر أمام عيناي وتطاول ألسنتهم ويقولون له ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نسر، ومع ذلك ما بيتعاملش بالقسوة، يتعامل باللطف والحنان، يقول له كل ده بيصدر منك وبحبك برضو واستنى عليك، أنا مش هسيبك، أنا بحبك. اسمعوا الآية الجميلة دي، اسمعوها، اسمعوها الآية الحلوة دي، اسمعوا لك إيه؟ لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. مش جاء علشان يدين، لكن جاء علشان يعمل ايه؟ يخلص به العالم. جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وإلى هذه الساعة لا زال يطلب، لا زال يفتح يديه مناديا قائلا تعالوا تعالوا إلي. بس هل من أذن تصغي وإنسان يقدر؟ شوفوا الآية الحلوة دي في بطرس الثانية أصحاح 3 عدد 15 يقول إيه؟ اسمعوها تاني، احسبوا أنات ربنا يسوع خلاصا. احسبوا أنات ربنا يسوع خلاص، بيتأنى أيوة علشان عشان تخلصي، عشان تخلص، عشان تتوبي وترجعي، عشان تقول كفاية من حياة الشر، عشان تقول كفاية من حياة الابتعاد عن الله، عشان تقول كفاية أنا راجع للي حبني ومات لأجل على الصليب، عشان تقول كفاية من العلاقة الوحشة دي، كفاية، عشان تقول كفاية من المسلسلات الهابطة الخليعة دي، كفاية، عشان الموبايل بتاعك ينضف من الأشياء اللي مخزنة. مستني، بيتأنى، بيتأنى، بيتأنى عشان تقول كفاية من المخدرات، كفاية، كفاية من البرشام بتبرشم، كفاية، كفاية من العين اللي قلت عنها امبارح، كفاية. يستنى، يتأنى علينا، بس يا أسفي هو يتأنى علينا وهو لا يشاء أن تهلك أنت نفسك، لا يريدك أن تهلك نفسك، لا يريدك أن تهلك نفسك. يتأنى، هو بيتأنى، هو بيتأنى، يتأنى علينا، لكن من قبل الإنسان يستهين، يستهين، لا يبالي، يستهتر، بضحب أغلى ما عنده وهو نفسه. اسمعونا أقول لكم على حاجة، أي حد فينا ربنا اداله أعضاء استعواضية، يعني بدل العين ادى اتنين،
فلقدر الله ضاعت عيني قولوا له ايه ربنا يحفظ لك التانية مش كده، ولو ما يسمعش بودن يسمع بالتانية، ولو ضاعت كلية يقول ربنا يحفظ لك التانية، الدكاترة يقول له احفظ لك التانية. كل حاجة لها بديل، خلايا استعواضية، لكن بص بقى ليك نفس واحدة ملهاش عوض، ملهاش عوض. إن خسرتها يا صاحب ملهاش بديل، وإن كسبتها يبقى يا بختك. ورب المجد راح حاطط نفسك دي في كفة ميزان، وجاب مش مصر جمهورية مصر العربية كلها وكفة، لا، ولا حتى جاب الدول العربية في كفة، ولا قارة أفريقيا في كفة، لكن جاب العالم كله بكل ما فيه وحطه في الكفة التانية. طلعت نفسك أغلى، ميزانها كبير قوي. اسمع الآية كده يقول إيه؟ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، ما تساعدوني، وخسر نفسه. إيه قيمة العالم لما تخسر نفسك؟ قيمة جميل جدا. بعد أن سمعنا إلى هذه العبارات وهذه الكلمات التي ترسل الطمأنينة في قلوبنا عن محبة الله، أن نأتي إليه بكل ثقة وبكل يقين. خصص محبة الله ليك، خصص موت المسيح لأجلك شخصيا. جميل أن أقول الله يحب البشر، وجميل أيضا أن أقول المسيح مات لأجلنا نحن البشر، لكن دعني أقول وربما تتفق معي الأجمل، الله يحبني، المسيح مات لأجلي. ربما تحتسب هذا نوع من الأنانية والكبرياء الإنسانية، لكن عايز أقول لك الرسول بولس لما تكلم عن محبة المسيح قال ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، لم يكن متكبرا. الله يسر عندما نخصص عمله، نخصص موت المسيح لنا شخصيا، كل واحد لنفسه، والله يسر جدا أن نقترب إليه كل بذاته واثقين في محبته لنا. تعال نصلي مع بعض ونخصص المحبة كل لنفسه. أشكرك لأنك أحببتني. لو ما فيش إنسان في الدنيا دي كلها كنت أنت أحببتني أنا لذاتي، أحببتني لوحدي. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجلي، أنا لا أستحق، أنا الضعيف الفاجر الخاطي اللي عديت وأعلنت العداء ضد الله. أشكرك لأنك مت على الصليب وعالجت القضية كلها. رب يسوع الغالي، أملك على حياتي، أسكن في كياني، ارحمني واستكمل رحلتي أنت فيا وأنا فيك. أشكرك لأنك استجبت، آمين. أهنئك بمسيحك وأهنئك بمحبته، أهنئك بالمسيرة معه، وأهنئك بروعة الحياة الجديدة، مصليا أن يبارك الرب حياتك وأن تنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ورب معك. يا سيدي غير بروحك حياتي، واملكا إرادتي، المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنيتي. يا سيدي غير بروحك حياتي،
واملكا ارادتي، المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي. يا صاحب الحنان، ها صرختي إلي، إني إليك راجع راجع إليك. يا صاحب ها صرختي، ها صرختي إليك، إني إليك راجع أنا راجع إليك، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب تشاهدون بعد قليل زكريا ستورو وحلقة من برنامج حياتك في قصة. قناة الملكوت. We'll be right back.
مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنين كقصة، مع في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوت عينيك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوت عينيك. حاسسها في امان سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيه. حاسسها في امان سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيه، الحلوه اللي فيه. مرحبا بك يا عزيزي المشاهد مره اخرى في برنامج حياتك في القصه. وفي البدايه بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق ارسال الخطابات او بيتصلوا بينا تليفونيا او بيرسلوا لينا رسائل اس ام اس تليفونيه او بيزوروا موقعنا على شبكه الانترنت. الخطابات المشجعه جدا اللي وصلتني من حلوان القاهره جمهوريه مصر العربيه، سيلفانا اسحاق بتقول قد شاهدت برنامجكم الحلو حياتك في قصه وارجو قبولي صديقه في البرنامج وأرجو إرسال السي دي الترنيم وأيضا كتاب حياتك في قصة، وقد تم الإرسال. يا سيلفانا بنرحب بكل المشاهدين اللي بيتواصلوا، يعني إنك تجيب ورقة وقلم وخطاب وترسل لينا أو تدخل على الموقع وترسل لينا إيميل، ده شيء مقدر جدا جدا. قصتنا النهاردة بعنوان الكارز الأعظم، وقصتنا بتتكلم عن خادم إنجيل كان مع الجيش الأمريكي في المعارك، وفي يوم من الأيام القذيفة أصابت نفس الخادم اللي كان اسمه استيمان. استيمان أصيب في المعركة وبدأ الدم يسيل من جسمه، وبعيد عنك الإصابة كانت في العمود الفقري فبقي زي مشلول. لكن وهو مشلول سمع واحد من العساكر برضو اللي ضربوا القذيفة هو بيموت بيقول آه إني أموت، إني أذهب إلى الجحيم الأبدي، لم أفكر من قبل في خلاص نفسي، أين سأذهب بعد الموت؟ وبسرعة السمان قعد ينادي لواحد من الجنود اللي كانوا لسه ما اتضربوش يعني ما أصيبوش، وقال له ممكن تشيلني؟ وراح للعسكري ده وبشره بالمسيح رغم إن السمان نفسه الدم بيسيل منه، وقال له سلم قلبك للرب. فهمه ببساطة قصة الإنجيل وكيف ان المسيح قام بعمل الفداء البدليه، بدل ما نموت واذهب الى الجحيم مات المسيح وحمل خطاياي على الصليب وهكذا. بعد ما خلص مع العسكري والعسكري سلم قلبه للرب وشعر بسلام الله ومضى الى السماء سعيدا، جم الناس يقولوا له في ضابط ايضا اصيب تعالى، شالوه ودوه للضابط، والضابط كان يحتضر وقال انا عشت في الخمور، عشت في الزنا، عشت في النجاسه، هل يقبلني المسيح؟ وتحدث معه أيضا عن المسيح المخلص وربحه. وهكذا ظل طول الليل والدم يسيل منه، ما عندوش وقت ياخد مهدئ أو مسكن لضربته، لغاية الصباح كان ربح العشرات والدم بيسيل منه. استيمان خادم الإنجيل كارز عظيم جدا للرب، نسي ألامه، داس على ألامه، انتصر رغم ظروفه الصعبة. ولكن سأستكمل معك قصة الكارز الأعظم بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة اللي أنا بعتبرها لسان حال هذا الخادم العظيم استيمان، وهو متألم بيقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار. ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح، فحياتي بعد جهد في حماه تستريح. أحبني
أحبه يسر بي أشدو له لهذا لي وذا له فكل شيء ملكه روحي ونفسي وحياتي تشهد عن حبه ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح فحياتي بعد جهد في حماه تستريح ولا رجوع للوراء فالوراء كالعدم ولا حنين للظلام قد مضى عهد الظلم وكل شيء في وجود يتغنى من قدم ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح فحياتي بعد جهد في حماه تستريح. رائع. ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح، هكذا كانت هذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو منير حبيب، وهكذا كان مع استيمان اللي كان الدم بيسيل منه لكن ما عندوش وقت، لازم ينقذ ناس ينقذهم أبديا، يكلمهم عن المسيح وهم بيحتضروا بعد المعركة. يعني الترنيمة دي فكرتني بالآية الجميلة اللي بتقول في رومية 8: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. بعدين يقول الرسول بولس: فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع. استيمان هذا الخادم أنا أذهلني لما قريت عنه، الدم بيسيل منه بدل ما يروح المستشفى ظلوا هم شايلينه، قذيفة بعيد عنك عملت له شلل، هم شايلينه يتكلم بلسانه ويربح الناس. إيه ده؟ أعجبت بيه. بس طبعا ده كان مجرد رمز باهت لرب استيمان واللي علم استيمان الخدمة ربنا يسوع المسيح. الكارز الأعظم، يعني استيمان كارز عظيم، لكن الكارز الأعظم هو ربنا يسوع المسيح. حلقتنا النهاردة بعنوان الكارز الأعظم كلها أسئلة، يعني مش هقول سؤال حلقتنا، فعايز أمر بسرعة وما فيش عندي وقت، فالحل أني أقول لك أنت ابحث وابعت لي سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الخطابات. أول حاجة ما كانت تميز كارزنا الأعظم ربنا يسوع المسيح حنانه. حنانه، كم من المرات والرب يسوع كان يتحنن، يقول لك لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين. حوالي 10 مرات ذكر عن يسوع تحنن. ارسل لي هذه 10 مرات سأرسل لك هدية البرنامج. حنانه. لكن الحاجة التانية لمساته، ربنا يسوع المسيح كان مرات يشفي عن بعد زي غلام قائد 100، لكن مرات كان يلمس زي الأبرص مثلا، حوالي 15 مرة لمس بعض الناس. المرات اللي الناس كانت فيها شقاء كان يلمسها، يحسسها أنا بحبك أنا معاك. أنا الأبرص مثلا، أنت ممنوع حد يلمسك، أنا بلمسك، أنا قريب منك. على فكرة الرب قريب، الرب جنبك، الرب وانت بتشاهدني على الشاشة جنبك، مكتوب الرب قريب. لمسات الرب. وانا كمان عايز اقول لك ارسل لي 15 مرة ذكر عن المسيح انه لمس شخص وهو بيشفيه، سأرسل لك هدية البرنامج. يبقى حنانه ولمساته. لكن دموعه دي هقولها انا بقى. 3 مرات يذكر عن المسيح انه بكى. مرة قول معايا لو فاكر، مرة بكى على أورشليم علشان لم تعرف زمن افتقادها في لوقا أصحاح 19. مرة بكى عند قبر لعازر في يوحنا 11.
وأخيرا بكى وهو ذاهب للصليب، مش خايف لكنه بكى لأن النجاسة والخطية اللي كان يحتملها بدالي وبدالك أمر غريب عليه. بصراخ ودموع عبرانيين 5 قدم طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، فسمع له من أجل تقوى، لكن كمان غيرته، حنانه، لمساته، دموعه، غيرته. المسيح كان غيور. لما دخل الهيكل مسك سياط، ما ضربش بيه على فكرة، لم يضرب المسيح. ناس كتير يقول لك المسيح كان يغضب ويضرب، ما ضربش. هو عايز يقول إني أنا غيور عن الله فبمسك سياط لكن ما ضربش بيه. وخلي بالك قلب موائد الصيارفة لكنه ما قلبش فص الحمام علشان رقيق، مش عايز يزعج الحمام. حلو الرب يسوع. فغيور أول ما عمل كده قال ده المكتوب عنه، اسمع، غيرة بيتك أكلتني. في بعض المؤمنين بيخدموا ربنا كده كواجب، تأديت واجب، لكن في بعض الناس تحس هو بيخدم زي السمان ده، كان غيور، غيور على ربح النفوس اللي بتهلك. سامع ناس بيقول أنا خايف، راح لهم. لكن مش بس حنانه ولمساته ودموعه وغيرته مثابرته، يقول الكتاب عن المسيح أو قال عن نفسه يذهب وراء الضال حتى يجده. مرات بيحصل لنا جيف اب، يعني إحباط، مشكلة، لا الراجل ده ما لهوش حل، لا البنت دي مش هتتوب. رب يسوع كان مثابر سنة اتنين، صبر عليا سنين، ويمكن صبر عليك سنين. طب لما صبر عليك وعليا ليه انت مش بتصبر على الآخرين؟ ثابر في ربح النفوس. لكن كانت للرب أولويات، كان خلاص الناس أولوياته، لكن الأولويات اللي قبل خلاص الناس مجد الآب. طبعا يمكن صعبة، مثلا لما جم علشان ياخدوه ملك، خطفوه عشان يبقى ملك، تهز في وسط. ليه؟ لأنه كان مجد الله عن طريق الصليب قبل الملك. أولوياته حلوة. وأخيرا تضحيته، اكتب لي مواقف تضحية المسيح. طبعا أكيد أنك تذكر الصليب. قال المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا. هذه السباعية أرجوك تكون اتأملت فيها وخدت المسيح كمثال كامل للخدمة، فهو الكارز الأعظم اللي في طريق خلاص البشر. مات، قال عن نفسه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. يعني تموت، يعني تنزل في الطين. يعني في خدام أحيانا أنا يقول للشيطان بلاش الأماكن الصعبة، الأماكن دي زي ما البذرة بتقع في الطين، اخدم في الأماكن السهلة. الرب يسوع مات لأجلك. عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد، أتكلم مع من يخدمون الرب، هل تخدم المسيح؟ هل تشهد عنه كاستمام؟ هل تكرز بالمسيح؟ من أكبر الأدلة إنك آمنت إيمان حقيقي بالمسيح إنك بتكرز، فالآية بتقول آمنت لذلك تكلمت. وإلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في القصة. حاجة ما كانت تميز كارزنا الأعظم ربنا يسوع المسيح حنان. الحاجة التانية لمسات مثابرته، يذهب وراء الضال حتى يجد. الرب جنبك، الرب وانت بتشاهدني على الشاشة جنبك. ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح فحياتي بعد جهد في حماه تستريح.